هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا شوفوا التحديات اليومية. التحدي الاول مطلوب عندكم تطبخون الفلاكي فيش بالاعشاب. التحدي الثاني مطلوب عندكم تسبحون مسافة 500. التحدي الثالث مطلوب عندكم تجمعون اللي هو الكشمش الذهبي. التحدي الرابع مطلوب عندكم تبيعون 3 شغلات للفينس. الفينس يقدرون تحصلوه بعض المناطق أو بعض المدن الموجودة باللعبة، مثلا مدينة رودز بهذا المكان بالضبط. وعندكم اللي هو ويلدر رانش، ساندينيز، وفان هورن، و ثيفز لاندنج. تروحون لعندهم وتبيعون 3 شغلات. التحدي الخامس مطلوب عندكم اللي تجيبون اللي هو التوب 3، يعني المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة بأي ايفنت كان. التحدي السادس مطلوب عندكم تقتلون 3 أونلاين باستخدام ثرو ويبنز، يعني مثل ثرو ويبنز اللي هم السكين والتوماهوك. طبعا مطلوب عندكم مودات الشو داون اللي هي المودات الاونلاين عادية مو ايفنتات، يعني تروحون على كويك جوين واي واحد من هذول راح يحسب لكم هذا التحدي، تذبحون 3 اونلاين فقط. التحدي الاخير تصيدون اللي هو الغراب الغربي. أما بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول مو شاي مطلوب عندكم اللي هو تتنقلون مسافة 4827. هذا التحدي راح يخلص وقت ما تروحون تبيعون بضاعة مو شاي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تغيرون من ديكور مو شاي. مجرد ما تغيرون صورة من أي صور اللي حاطينها بمو شاي راح يصير عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب من عندكم اللي هو تضيفون أصدقائكم 4 مرات بالمو شاي. أما بالنسبة لتحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تجمعون 3 من رأس السهم،
التحدي الثاني مطلوب من عندكم تجمعون 2 من أشياء الكولكتر باستخدام اللي هو الديتكتور. الديتكتور اللي هو الحساس اللي هو هذا. التحدي الثالث للكولكتر مطلوب من عندكم اللي هو تجمعون 3 من أشياء الكولكتر باستخدام الشفل. طبعا أعتقد راح يصير التحدي الثاني والثالث مع بعض، لأنه لما تلاقون شيء بالديتكتور بعديها راح تصيرون تحفرون بالشفل، فراح يصير لكم التحدي الأول والثاني. أما بالنسبة لتحديات التاجر التريدر، التحدي الأول مطلوب عندكم تاكلون 3 مرات بالكامب. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون به هو سكين أو جثة البريديتور اللي هو المفترس، تحصلوه تحت مدينة رودز بهذا المكان بالضبط، تحصلوه بهذا المكان. التحدي الثالث للتريدر مطلوب عندكم تتبرعون ب 20 حيوان، أي حيوان كان. أما بالنسبة للتحديات البونتي هنتر، فالتحدي الأول بونتي هنتر مطلوب من عندكم تلعبون 2 بونتي هنتر من مقاطعة لويس إليزابيث بوستر، تكون تابعة ل بلاك ووتر وستروبري. من هذول البوسترات تلعبون هذا أو هذا، تلعبون 2 باونتي هنتر راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم تخلصون 1 باونتي هنتر بوقت لا يزيد عن 4 دقائق. طبعا تقدرون تسوون 1 من التحديات اللي فوق بوقت 4 دقائق راح يخلص عندكم التحدي الثاني. التحدي الثالث من باونتي هنتر مطلوب عندكم تمسكون الباونتي هنتر هو يكون طالع على الحصان بالحبل، يعني هو يكون قاعد يهرب أو طالع الحصان تربطوه بالحبل وتسحبوه. إن شاء الله يكون فدتكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا مشترك وفعل الجرس، وشارك الفيديو كل أصدقائكم عبر ردت، وأشوفكم بيوم ثاني وتحديات ثانية. سلام.